شوفوا من حبة درتوا قبة، هذا الشيء عادي في البلدان كله. لا سؤالي سيدي الوزير، اسمح لي، حفاظا على صحة المواطن كمسؤول القطاع هذا، ما نسمحش يكون فيه ولو شك في دواء غير صالح. ناخذ القرارات حسب المرسوم المعروف، وحنا غلقنا هذا المصنع بصفة يعني قانونية اتونبورير وقتيا. صاحب المصنع هذا راح يدخل في اولا لا لوفي دي ريزيرف نتاعو، لازم بسرعه لي ريزيرف اللي راهو على بالو بهم، لي زوبسيرفاسيون اللي على بالو بهم، يسرع في السرعه نتاع في الرفعه نتاعهم، وحنا نفتحوا له في اقرب وقت ان شاء الله. الاجراءات اللي ديروها باش تتفاداو من وجه يعني، لانه الامر يهم صحه المواطن. الاجراءات اولا راكم على بالكم المراقبه راهي اون انتنسيفي لي كونترول في لي زونيتي البرودكسيون. خلاص اللعب بالدواء، خلاص الناس اللي معوله تربح دراهم على ظهر المواطن في على صحه المواطن هذا غير مقبول. هذو هما الاجراءات، وحنا لي كونترول كون الرقابه اللي رانا قايمين بها، المفتشين اللي راهم عندنا راهم كل المنتجين الادويه راهم تحت المجهر، وهذا درس للجماعه كل. احنا نتاسف كثير كي تكون مصنع ونغلقوا، ولكن ما نغلقوش لان جاتنا في تدبير في راسنا نظر. هذه صحه المواطن في اللعب. قلت لك يكون فيه شك ما هوش صح، شك لازم ناخذ الاجراءات المطلوبه.